عايز اكلمك على انتقال كريستيانو رونالدو، كواليس انتقال كريستيانو رونالدو، وايه اللي حصل ليه كريستيانو رونالدو فجأة بعد يعني ما كل الناس قالت انه مكمل مع اليوفنتوس، فجأة ما بين يوم وليلة كريستيانو رونالدو بيعلن الرحيل. Sì, è stata una settimana, un'estate che molto molto difficile in cui الآن نتحدث عن الميركاتو بشكل عام وبشكل خاص عن كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو الذي أشعل الميركاتو في الأيام الأخيرة، الجميع استيقظ على خبر انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد، قد يكون مفاجأة لجميع المتابعين للكرة الإيطالية، لكن بالنسبة لي والقريبين من اليوفي لم تكن مفاجأة، فكانت هناك مشاكل عديدة قام بها كريستيانو رونالدو مع ماسيميليانو أليجري. عندما جاء أليجري وعاد إلى اليوفي، كريستيانو رونالدو غضب بعض الشيء وتحدث عن عودة أليجري لم تكن عودته حميدة بالنسبة له. كريستيانو رونالدو غضب عندما قام على دكة الاحتياطي في مباراة أودينيسي، ومن هنا كانت الانطلاقة لرحيل كريستيانو عن اليوفي، وافتعل المشاكل اليوم التالي مع ماسيميليانو أليجري. هناك أشياء كثيرة يجب أن تعرفوها، أن كريستيانو رونالدو بعد جلوسه على دكة الاحتياطي قام بالاتصال بعد مباراة أودينيسي التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 بأندريا أنييلي، وقام برفض جلوس دكة احتياطي. قال أنا لا أجلس احتياطي، وهذا لا يحدث في العالم، أعظم اللاعبين يجلسون على احتياطي. هذا لم يعجب ماسيميليانو أليجري، وتحدث أن رونالدو هو لاعب مثل أي لاعب في اليوفي. فاليوم التالي ذهب إلى التمرين قبل مباراة إمبولي، بدأ التمرين أول 3 دقائق باللعب بالكرة. ماسيميليانو أليجري رأى أن ذلك أن كريستيانو لا يريد التمرين، فذهب له وتحدث: إذا كنت لا تريد الاستمرار في اليوفي يجب أن تقول، والباب مفتوح إليك. جورج مينديس وكيل أعمال كريستيانو رونالدو قام بالاتصال في ذلك الوقت بمانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وقام بالتوقيع مع مانشستر يونايتد، وهذه كانت مفاجأة صادمة لجماهير اليوفي. أكيد مفاجأة بالنسبة لجماهير اليوفي اللي كانت بتطمح طبعا لاستمرار كريستيانو رونالدو والحصول على السيريا آ بعد خسارتها طبعا على حساب الإنتر. لكن خلينا نتكلم على هل التعادل مع في المباراة الأولى مع أودينيزي 2-2 والهزيمة المفاجأة من فريق صاعد من الدرجة الثانية إمبولي 1-0 على أرضه، هل دي يعني تداعيات رحيل كريستيانو رونالدو على اليوفنتوس، او انت شايف الامور هتبقى ماشيه ازاي في خلال الفتره اللي جايه لليوفنتوس في السيريا؟ Allora, Ronaldo ha lasciato, voleva già andare via all'inizio e però la panchina. جماهير اليوفي في العالم العربي ومن خلال قناة الأهلي يجب أن يعلموا أن كريستيانو رونالدو من وقت جلوسه احتياطي على أودينيزي قرر الرحيل. اتصل بخورخي مينديز: لقد اطلعنا على الرسائل التي تم ارسالها من خلال وكيل اعماله في مكتب اندريا انييلي رئيس نادي اليوفي. كتب الى خورخي مينديز انه يريد الرحيل، وان الامور مع ماسيميليانو أليجري باتت مظلمه ولن يستطيع ان يعمل معه. وقد تحدث كريستيانو رونالدو في بعض هذه الامور عندما كان ساري مدير الفني للاتسو حاليا كان مدربا لليوفي. في احد المؤتمرات الصحفيه تم سؤاله: هل انت معجب باسلوب ساري ام معجب باسلوب ماسيميليانو أليجري؟ قال انه يفضل اسلوب ماوريتسو ساري مدير الفني للاتسو حاليا عن ماسيميليانو أليجري، ولذلك الامور مع أليجري وكريستيانو رونالدو كانت صعبه. هذا سيؤثر بالسلب على اليوفي في دوري ابطال اوروبا وفي الدوري الايطالي، وهذا ما قام به خورخي مينديز عندما تحدث لأنييلي. رحيل رونالدو سيتسبب في مشاكل كبيرة بالنسبة للميركاتو لليوفي أو للجماهير الإيطالية التي اعترضت مساء الأمس وقاموا بوضع لافتات أمام اليوفي ستاديوم مهاجمة لأنييلي رئيس النادي. أنا هجيلك يا فابيو بالنسبة للمشاكل.